موضوع جديد يتحدث عن شبهات فساد، هذه المرة في قطاع الهندسة من قفصة البيا اللي هي في الجنوب التونسي. اليوم معنا مستجوب باش يعرف بروحه الاسم واللقب، صيفته هو مهندس، وباش يحكي لنا شنو الإشكالية بالضبط. عرفنا بروحك وبعد أبدي لي الحكاية من الأول، وشنو ما شبهات الفساد هذوما؟ مهندس مستشار من قفصة، كما قلت انت شبهات فساد. دونك احنا المهندسين في قفصة عنا اشكالية كبيرة تجاه منظورنا، اللي هي خاصة الادارة الجهوية للتجهيز بقفصة. يقع تصنيفنا لزوز اقطاب تقريبا منذ 8 سنوات او 10 سنوات، بحكم فما اطارات معينة ما تشملهاش منذ فترة كبيرة، 10 سنوات تقريبا المقل. مارغري اللي نعرفه معناها في الخطط هذه كما رئيس مصلحة وكهيئة مدير، النقل يعني كل تقريبا عامين ما يلزمش يبقى بريود كبيرة في نفس البوست، باش ما تصيرش معناها تجاوزات وإلا تولي عنده أحلاف وإلا أصدقاء داخل القطاع اللي نجم نهار أخر يعمل معهم علاقات أونتر بارونتيز مشبوهة وإلا حاجة، في إطار أنه يولي مثلا يحقهم فائدة كبيرة برشا برابور الناس أخرين ولا كذا. دونك كما قلت لك احنا مصنفين لدوز أقطاب، معنا قطب تبارك الله يخدم مليح يصور مليح، حتى كي تشوف الخدمة متاعهم يخدوا دي بروجي بالمليارات، معناها بصفة قانونية أو غير قانونية، نجم حتى بعد نعطيك أكثر تفاصيل كيفاش ياخذوها دي بروجي هذه. دراسات مثلا يعينوا مثلا مهندس معماري لمشروع بناء كذا كذا، ولا اي مشروع بناء يكون قيمه المشروع مثال حتى ساعات 5 ولا 6 مليارات وياخذها وحده، وزيد بيتي على ساعات تعلت وهي مثال كما او عندنا مثلا الملكيه الفكريه، وقت اللي يجي قسط اخر نعطوها لنفس المهندس هذاك اللي كان ماخذ بزوز مليارات، نزيدوه زوز مليارات اخرين وزوز مليارات اخرين، يقول لي ماخذ ب7 و8 مليارات، قال شنو معناها عنده الملكيه الفكريه، ونطبقوها وقت اللي نحبوا الملكيه الفكريه ونلغوها وقت اللي نحبوا. تو عندنا مثال زوز امثله كونتراديكتوار، مثال سبيطار قفصه تخدم فيه ليزارشيتكت الكل، كل قسم بني ارشيتكت، كل هما مايجري في نفس الكلوتير ونفس الساحة، وكل كل كل بنية معناها قسم أمراض صدرية كذا بناها أرشيتكت معين، قسم مثلا قلب ولا من عشنو أرشيتكت آخر، يعني برشا ليزارشيتكت كل تبارك الله خدمنا في البقعة هذيك وخدينا خبزة ناس كل وكل شيء. كي نجو مثال القسم مثال مشروع بناء الفوج حفظ النظام، هما يعرفوا الإدارة امبليسيتمون بحكم خبرتهم بحكم كل شيء، اللي باش تجيب برشا دي ترونش، دونك يعطوه الاسم معين حتى كان بدون ذكر الأسامي مزامين ناس، يعطوه القسط الأولاني ويبقى ديما يخدم فم بدون تشريك أي مهندس آخر، وخاطر ديجا معناها الوضعية ديستيني من الأول لأنه باش يهزها مقاول فلاني. دونك سي فلان نحطوا له نفس الارشيتكت هذايا، ونحطوا له زاد ممكن حتى نفس المراقب، وتطيح معناها مش ما نتصورش كان من محض الصدف انه 7 مرات 7 اقساط تطيح عند نفس المقاول، يعملوا ابيل دوفر وتشارك مقاولين وكل شيء، 7 مرات تطيح عند نفس المقاول، دونك ماهوش من محض الصدف. هذاك علاش نعينه في نفس المهندس المعماري، واللي يصير حسب تجربتنا وحسب معرفتنا بالقطاع انه يقع ادراج معناها عدد كبير بالطريقه هذه، مادام 7 مرات متاكدين باش يجي عنده عدد كبير من الفصول، حتى كان يحبوا يثبتوا في الموضوع باش يلقوا ما اقلش من 15 20 فصل يقع ادراجهم في الصفقه، ومن بعد يتخلى عليهم سي المهندس المعماري هذايا زميلنا يتخلى عليهم، ويكون في علمه المقاول من الاول يعمر الطريقه اللي مرشي باش يطيح عنده. وبالفعل 7 مرات طاح عنده، يعني ما تنجمش تكون زميلنا ما عندوش يد في الموضوع. كما قلت انت دي بروجي تابعين نورمالمون الدوله، قلت لي الاداره الجهويه للتجهيز في قفصه، 7 بروجيات يتعطاو تصير ابيل دوفر كما ينص القانون التونسي يعني، وتتعطى لنفس المقاول، ما نعرفش صدفه او مش صدفه، سيادتك تقول ما هيش صدفه اكيد خاطرك تخدم غادي، وتقول ايضا يتم تعيين نفس الارشيتكت نفس المهندس نفس المقاول هذا. شنو تحب تقول من وراء الكلام هذا بالضبط؟
تعيين نفس المهندس المعماري هو التعلة نتاعهم في الموضوع هذا، انه فما معناها ملكية فكرية، خاطر نحن المهندسين المعماريين معناها عندنا ملكية فكرية. دونك انا كي نخدم بروجي لهنا بروميير ايتاج الدوزيام والتروازيام ايتاج لازم انه هو اللي نكملو، فهم؟ اما اعطيتك اكزومبل كونتراديكتوار في سبيتال كافسا اللي زرشتك كنا خدمنا وكنا قسمنا الخبزة مع بعضنا، فهم؟ في الموضوع هذا بالذات نفس السيد باصرار الادارة، ومعناها وعلى حين قديش من مرة اللي بروجي كبير تبارك الله نجم ونقسم الخبزة، لكن الادارة شد صحيح اللي لا يلزم صحيح تحط المهندس الفلاني لانها بخاطر المقاول باش يخدم هو سي فلان معروف من الاول وينجم يتعامل مع السيده ذا، يزيدوا يحطوا له نفس مراقب الحاضره كيما زاد صاير حتى في رديف، ثم نفس مقاول زاد معروف كبير يخدم معه نفس مراقب الحاضره اللي هو تقريبا منذ 10 سنوات منذ 10 سنوات في رديف نفس المراقب لنفس المقاول، وهو ديجا المراقب هذايا من جماعة العفو والتشريع العام. أنا يعطيك الصحة قولها ليه مو يعني هذاك هو اللي صاير بالفعل، وانا فهمت هو من جماعة العفو والتشريع العام عنده تقريبا تو 10 سنوات يخدم مع نفس المقاول، وباين للعموم يمشي معاه ويجي في نفس الكرهبة يخدم معاه، يعني نجم نقولوا شاف شانتي عند المقاول ماهوش مراقب عند الدولة. تحب معنا بدون ذكر الأسامي ما معروف خاطر فرديف مقاول مع كبير معروف وسيد عفو تشريع عام وهو موجود غادي كمراقب، دونك كل شيء معروف. هذه الذريعة الأولى هي أنا نعتبرها ذريعة وهمية، خاطر كي نلقى سبيتار ناس كلنا نقسموا في الخبزة والمشروع ذي حفظ النظام لا يصر على نفس المهندس المعماري، هذه ما معناها أصبحت ذريعة وهمية دوز اكزومبل كونتراديكتوار. وفما زادة بالضبط هذا هو لا يقسم في القاعدة كما بيناتهم، بالضبط هذا هو اللي قاعد يصير. والذريعة الأخرى هذا موضوع آخر طبعا نحكو فيه مساج، والذريعة الأخرى شن هي الأقدمية طبعا فهم حتى زملائنا مثال المهندسين المستشارين مكاتب الدراسات يحتجوا مثال على موضوع كمن هكا يقولوا لهم لا رو عطيناها لسفلان وقال عطيناها لسفلان خاطر هو رو أقدم منكم ولو عنده أقدمية عاوش نفسرك ومش تعرف اللي هو مش معقول ياسر معناه عنده أقدمية، خاطر نحن توا عنصر التقييم عنا نعتبروه 100% 20% منه هذه الأقدمية اللي يحكوا عليها وهي ديما الذريعة المزعومة هي الأقدمية ديما رأي الأقدمية ولا فلان أقدمية أور فما ناس أقدم منهم اللي قاعدين يهزوا هذوما ومش قاعدين ماخذين حقهم، فما مدام مش ماخذ حقه وهي أقدم واحدة فما مش مثل حقه وهو قديم اي مدى اجنبي يعني عنصر تقييم نرجع لك هو 20% عنصر الاقدمية هو 20% من التقييم بلوفات انا كنت كزميلة في البيتون عرمي مثال خذيت كايد شارج من التجهيز دونك 99% انت عندك اقدمية تاع 5 سنوات لهنا يتم معناها في عنصر تقييم اللي هو الاقدمية يتم اسنادك 15 بوان ماك 20% هذيك من 20% انت ديجا خذيت 15% دونك اي واحد شنو باش يبقى ما بينك وبينه مهما كانت الاقدمية نتاعو ما بينك وبينه باش تبقى 5% هذيك تخوله هو باش ياخذ 5 و6 و7 مليارات وانت تاخذ 600 مليون و700 مليون و400 مليون بركة، تخوله هو باش يدخل الكونتيه 200 مليون و150 مليون وانت تجري على 5 و6 مليون 5 نقاط راهو الاقدمية 150 مليون على بروجي واحد بيان سور ياخذ 100 و 150 مليون على بروجي واحد خاطر القيمة نتاعو زوز 3 مليارات وهي المفروض تخرج مناظرة ومناظرة تكون فيها 3 و 4 مهندسين معماريين. هذا حسب ما يقول القانون التونسي. بالضبط المشروع قانون التونسي يقول اللي أي مشروع تفوت تجاوز قيمته 800 مليون يلزم تجرى فيها في شأنه مناظرة. قاعدة تصير المناظرات هذية قبل اسناد لي بروجي اللي فوتوا 800 مليون في الاداره الجهويه للتجهيز في قفصه. قاعده تصير في ولايات اخرى بالنسبه لقفصه ما ريناهاش المناظره هذه صارت تقريبا مره منذ 10 سنوات هذه تقريبا مره صارت والا في اقصى حالات مرتين مش منظموش العباد وهي المشاريع معناها بالمئات المشاريع تصير فيها مره ولا اثنين مناظره معناها اللي ذره مات على الاعين ووقتها صارت وضعيه في قفصه معناها من خلالها معناها ربي فرج عليه كاتب عام بلدية قفصة معناها
في إشكال قانوني هو تو في بالي موقوف. وقتها خافت الإدارة نوعا ما وقالت آه سي بون تو أي بروجي أكثر من 800 راني باش نخرجوا مناظرة. وخرجوا وقتها مناظرة ولا اثنين وبعد عودوا رجعوا نفس الحكاية معناها إسناد مباشر وإلا كذا. وبتعلة أنه راهو في الاعتماد المرصود راهو 500 مليون ولا راهو 600 مليون دون كانوا أقل من السقف نتاع 800. ومن بعد نجو نقولوا والله راهو الغالب دراسة أدت إلى البروجي ولا 3 مليارات ولا دراسة أدت إلى البروجي ولا 4 مليارات. خاطر الدولة كي تجي باش تعمل مشروع ما ترصدش الميزانية كاملة. تقول لك أنا مثلا مشروع يعمل زوز 3 مليارات باش نرصد 300 400 عملوا فتح اعتماد عملوا دراسات عملوا كل شيء ومن بعد نكملوا البقية. هم يستغلوا هاك المبلغ هذاك باش يعملوا تعيين معناها مباشر لسي فلان وسي فلان وسي فلان. كلامك هذا يعني أكيد موثق بالطبيعة 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 موثق في بعض المشاريع معناها اللي معناها قام إسنادها بالتعيين المباشر ومن بعد أفضت الدراسة كيف نقولوا هما أفضت الدراسة إلى 300 و 400 مليار إلى مليار وزوز مليارات و 3 مليارات يعني تبدأ 700 مليون للدراسة ولا 600 مليون تم ذكرها باش ما يعملوش مناظرة ومن بعد الدراسة أفضت المليار ونص الدراسة أفضت زوز مليارات ونص. وإلا يقول لك رأي صفة استعجالية بالنسبة للمشروع هذا راهو مستعجل جدا. مثال مشروع مثال مشروع بطوار بناء مسلخ بلدي في قفصة فهم والله مشروع مستعجل راهو كذا لازمنا نخدموا فيه وتخلص المهندسين ما يحبسوش. مثال كي نجي هنا في الفاز الاولى نتاع الدراسه البروجي بريفيو مال 700 ولا 500 في الفاز الاولى نتاع الدراسه ولد مليار ونص دونك ستوب نخلص المهندس في لابياس وستوب نمشي نخرج مناظره ولا نعلم السلطات المعنيه راهو البروجي نتاعكم راهو كبير راهو ماهوش كيف ما احنا تصورنا وهكذا دونك ما يحبسوش. وزيد الاكثر يواصلوا في الدراسه وزيد تجبر السيرفيس المعني معناها مول المشروع انه يخلص هاك الدراسات هذيك يعني بروجي نخلصوا فيه ب 200 مليون و 300 مليون دراسات ويتم التخلي عنه نهائيا اللي هو قلنا راهو بروجي راهو مزروب وراهو بروجي ارجون وراهو كذا. كيما مثال بناء هذايا مسلخ بلدي في قفصه وبناء شو اسمه بارك مونيسيبال في الكتار وقعد تخلي عليهم يعني المشروع ب 5 مليارات نخلصوا 250 300 مليون دراسات ولا يتخلينا على المشروع من اللي كان مستعجل وعيننا مباشره ظهر ماهوش مستعجل وظهر معنا النجم ندخلوا عليه. نقطتين مهمين سيادتك فسرت لنا انه قاعده تصير شبهات لاهدار المال العام في الاداره الجهويه للتجهيز في قفصه اكدت لنا وجبت لنا حقيقه الوثائق الداله على كلامك. قلت انه فما مناقصات حسب القانون التونسي تفوت 800 مليون لازم يصير فيها مناظرة وما إلى ذلك. الحاجات هذه مش قاعدة تصير البروجيات هذوما قاعدين يتعطاول نفس المهندس نفس المقاول ونفس حتى مراقب الأشغال والحاجات هذوما يعني يطرحوا عديد نقاط الاستفهام. أنا سألتك سؤال مهم وقلت لك نجم نقدموا القدام بما أنه شبهات كما هذه صايرة أو فساد كما هذا قاعد صاير لازم عنده علاش نجم نقدموا ونقولوا أنه فما تجاوزات قاعدة تصير في أشغال البناء والحاجات هذه بطبيعة الحال أخطر وأخطرين لأنه كي تقول أنت بروجي متاع بناء مستشفى ويكون فما ترافيك كما نقولوا باش الناس تفهمنا في مواد البناء أو في أراه هذه حاجة يعني فما أرواح بشرية في النصف وماذا بيا تجاوبني عليه السؤال هذي بكل صراحة. أنا كمعماري ولا حتى كمهندس ما نجمش حقيقة نعطيك بالضبط صار تجاوزات ما صارش صارت غشة ما صارتش ما فما حوايج ظاهرة للعموم. مثال عنا مشروع هما مشروع معناها إنجاز طريق مؤدي إلى المستشفى متعدد الاختصاصات اللي مزعوم بناؤه إن شاء الله إذا كان في مصلحة الجهة إن شاء الله يتبنى الطريق المؤدي ليه هذا واضحة معناها باينة للعموم. أي مستعمل سيارة الوقت اللي يجي متعدي من اول رونبوان ماهوش فصيل باش ياخذ الديريكسيون نتاعو فير تونس معناها بالطبيعه وديجا معناها فما دو فوا اي كرهبه تتعدى حتى بتقارير معناها نتاع مرور فرقه المرور وكل شيء يعني سياره محمله بحمله شاحنه صغيره حموله عاديه وسرعه عاديه معناها يقع انقلاب الحمولة هذه ولا شاحنة تصير فيها إشكالية ولا بالرغم من السرعة عادية يعني تضطر أنت تاخذ الطريق المؤدي للمستشفى ما تاخذش الطريق اللي باش يهزك ديريكت لتونس تلقى روحك قدام ستوب يا أما تمركي ستوب يا أما عدولك محضر. نفس المقاول اللي عمل الكياس هذا واللي قاعد يقتل في الناس الكياس هذا هو بيدو اللي باش يبني
سامحني ما نعرفش فما ارواح ماتت ولا ما فماش، انا فما صعوبه، فما ديفيكولتي في 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 باش ياخذوا يعني الحموله تتقلب، معناها حموله تتقلب ما عادش وصلت اسكو الشاحنه بدها تقلبت ولا، اما فما صعوبه كبيره باش تاخذ ديريكسيون ماشي لتونس، لازمك تضطر تاخذ ديريكسيون ماشي للسبيطار هذا، تلقى روحك قدام مستوى تحرقها تاخذ مخالفه ولا محضر والا معناها مهم سونس. لا 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 هذا مقاول من قبلي، اما المهندس اللي خدم التريب هذايا معناها تابع نفس المجموعه، خاطر هي شنو المجموعه، هي مسؤوله معناها ومسؤول من التجهيز رئيس مصلحه والسوديركتور، معناها يتعاملوا مع زوز زملائنا ديزارشيتكت معناها معروفين، وزوز مهندسين ولا ثلاثه نتاع بيتون ارمي معروفين، اللي خدم التريب هذايا هو مهندس نتاع بيتون ارمي وقع اسناده المشروع هذايا كون كوا معناها بصفة استعجالية برسي فيها نخدمنا المشروع، لا فما معناها وثيقة إسناد أنا أسندين المشروع، لا فما معناها استشارة في الموضوع خاطر وأور هما البروجي هذوما روتيي، فما سيرفيس روت في التجهيز ينجم عندهم مهندسين نتاعهم هما يخدموا المشروع هذا، ومن بعد يطلبوا من المقاول يجيب مثال إنجاز دوسي ديكزيكسيون ويخلص فيه المقاول ب 8 ملايين ب 10 ملايين عادة. اللي صار هنا شنو؟ أنه برا بصفة مستعجلة خدمنا سي فلان الفلاني المشروع هذا دراسة، وتمت من بعد فكرتها باحتساب معناها الطريقة اللي يخدموا بها في باتيموسيفيل، لأنه حتى المشروع هذا صحح فيه سو ديريكتور باتيموسيفيل، وجدت ليزونورير خيالية 140 150 مليون، أور هي ما تفوتش 8 9 ملايين 10 ملايين في كل حالات دراسة هذيك راهي أقل من 2 كيلومتر. أقل من 2 كيلومتر ودراسة يخدموا فيها المهندسين بزوز 3 زوز 3 ملايين في الكيلومتر، إذا كان نحسبوا 3 كيلومتر مش بجاوز 6 7 ملايين، وخذا فيها 140 مليون دراسة هذيك بالضبط. حكينا في الكواليس وأكدت لي أنه فما حزب نعرفوه الناس الكل ونسميوه الناس الكل حزب حركة النهضة الحاضر وبقوة في كل ملفات الفساد، قلت لي فما ناس تخدم في الحزب هذايا وفما إيقافات وفما حتى ناس وتنجم تسمي لنا طبعا بعد نتصرفوا يعني في المونتاج، قلت لي فما ناس هاربين البرة من هذا الحزب وحكينا شنو عاملوا بالضبط. هما السلطات الأمنية ما نعرفش كيفاش بطريقة أو بأخرى تحصلوا معنا على معطيات في الموضوع هذا، وتم توجيه استدعاوات لعدد كبير من مهندسي قفصة وخدموا يعني على الموضوع هذا السلطات الأمنية، وحقيقة يعني تم إيقاف ثلاث أشخاص من ينتموا للمجموعة هذه، ما مازال فما معناها فما شكون معناها هو العنطين كبير بتاع حزب حركة النهضة، معاش كان نجم نسمي الاسم سي هو موجود حاليا خارج البلاد، معروف بعلاقته كبيرة مع سي اللي هو عميد المهندسين قبل، معروف بانتمائه للنهضة وحتى في الميديا معناها ديما هو ضد حتى مسار 25 جويلية، تم إيقافهم من زوز مهندسين من زملائنا جماعة وزميلة في التجهيز اللي هي سو ديريكتور، ما زالوا فما جماعة أخرين، أما معناها نحكي لك التهمة هي معناها حسب ما هكا خاطر معنا برشا زملاء بحث وكل شيء، إهدار مال عام واستغلال صفة موظف عمومي لتحقيق فائدة وتصرف في أموال عمومية، خاطر أنا وقت نجي نقصي 5-6 مهندسين ونعطي كان زوز 3 بركة، أنا موليت نفرق إلا في الخبزة كيف ما نحب، 5-6 مهندسين أقصيتهم ونعطي أنا اللي نحب. من بين المشاريع زادة اللي تم توجيهها نحو أشخاص معينة من مسلك الصحي بقفصة، ذي المشروع ذي تم إسناده لزوز من الزملاء، مهندس معماري مع مهندس مستشار في الهياكل وطرقات، وقت اللي هو القيمة متاعه في حدود 500-600 مليون، ثم مرعنا اللي تم إعلامهم بالتخلي نهائيا عن المشروع، هو في الفترة هذيك عندهم معلومات اللي تقول المشروع تم رصد اعتماد إضافي للمشروع وأصبحت قيمته في حدود 1.5 مليون دينار، دونك لهنا هم قرروا باش يلغوا فريق المصممين الأولين وفي إطار معناها توجيه المشروع نحو أشخاص معينة ذي تم إسناده هو المشروع وخدم وحده يعني جميع الأقساط بدون مهندس معماري بدون مهندس في المختص في شبكات وطرقات، مع زاد غياب المتابعة خاطر ملي ينطلق المشروع هو خارج حدود الوطن، دونك النتيجة تقنيا وفنيا
دون المستوى وبعيدة برشا على المستوى، خلص وحده على أقساط الكل، خدم وحده على أقساط الكل، منافي مع الملكية الفكرية اللي يعتمدوا فيها قديش من مرة معناها باش يهضموا حق الكثير من زملائنا. هذه هي المحسوبية، مازلنا في قفصة عانوا برشا من المحسوبية ومن الولايات الحزبية، خاطر هو انتماء الحزبي جدا معروف سي يتبع سي كان قبل عميد المهندسين ووزير من وزراء حركة النهضة. واضح، واحنا يعني ما نعديو حاجة إلا بالحجة والبرهان، واحنا تحت ذمة القضاء التونسي نمدوه بأي مستند، أو جبت لنا أنت سيادتك ملف كامل ليثبت يعني الكلام اللي كنت تحكي فيه. فما معطى آخر مهم، قلت لي رأي الحكاية ما تقفش حد إهدار المال العام واقتسام الكعكة، وأيضا يعني أنهم يلعبوا بأرواح الناس. تعديت الحكاية، وصلنا حتى بين ظفرين إلى تصنيف إحدى الشركات كشركة إرهابية، حدثني في النقطة هذه. وما نعرفش كان صنفت إرهابية ولا، أما اللي معروف غادي في الجهة أنه تعامل معها السيدة ذي، معناها تعامل معها مهندس مستشار من الجهة، و لمسي في بالي هكا حسب ما نتفكر سي بنو جامع، وفي في منطقة اسمها المنطقة بنو جامع، وبنو معناها جمعية فلاحية، معناها جروب متاع ارشيتكت وانجينيور وبتمويل كويتي، هي الجمعية هذيك كويتي. واكثر واحد يعني كان معها تعامل، عنده معها تعامل، هو معناها عميد مندوب المهندسين المستشارين بالجهة، وبخاطر بعلاقاته هو مع حزب النهضة وكل شيء، ومعناها حاليا هو متواجد خارج البلاد منذ ان صنفت الجمعية هذه كمحظورة، ولا كان معرفش شنو التصنيف اللي صنفته للدولة بالضبط. هو معناها بصفة فجائية باع حتى ممتلكاته الكل وخرج بصفة فجائية من تونس جملة. هكاك ما نعرفش، احنا برشا زملاء بحثنا ما على حكاية دراسات وعلى حكاية الاسناد هذايا، هي جمعية كويتية ما عندها علاقة كبيرة بحزب حركة النهضة، ديجا حتى المشاريع اللي تبنت، تعرف انت بناء جامع، بناء هذه قرية، هذه معني الغرض نتاعو انه ياخذوا حتى معناها بذل دراسة بخمسة ستة ملايين يتم معناها انجازها بثمانين بمية مليون، غرض انه معناها نجم يدخلوا في التمويلات أخرى. هذا معناها اللي واضح، خاطر دراسة بخمسة ستة ملايين يتم انجازها بمية مليون، حاجة مش عادي. والله أعلم أنا الدولة كيفاش صنفتها الجمعية هذه، أنا صنفتها الدولة الجمعية هذه، وهو منذ أن علم أنه الجمعية هذه كويتية صنفت خرج من البلاد. قديش تعامل معاه، شنو شيفر دفير الحق ما نعرفش، الله أعلم. أنا بطبيعة نشاطها تحضرت الجمعية هذه في البلاد التونسية. هم المسؤولين الجهويين ساعة بلاكي يلقوا حاجة مثلا تو مثل الولاية، خاطر يتعرض عليهم مقترح تعيينات ولا مقترح كذا، كي يلقوا حاجة هذه راهو مثلا كيما جامع الكبير قفصة مثال، رو بطريقة مستعجلة أنا باش نعملو مثلا تقرير اختبار فني بصفة مستعجلة وكل شيء، بالله يدقق مليح في الصفة المستعجلة هذه، اسكو مستعجلة بالحق ولا لا، ومش معناها نعمل أنا اختبار بقيمته 3-4 ملايين ومن بعد نسند على سبيل تسوية دراسة قيمتها 30-40 مليون، هذا مش معقول. السلطات الجهوية أولا دقق في الموضوع هذا، وزاد فما احتجاج من الزملاء 6 ولا 7 ديزرشتكت مصحين في وثيقة، عندنا مشروع الجدار الفاصل ما بين ترميل وما بين شنو الولاية ولا شنو، احتجينا معناه وبعثنا وثائق رسمية، مشروع جدار فاصل ما بين ترميل ومعرفش شنو بالضبط البقعة بجنب الترميل. لا لا لا، فما هما دو بروجي معناه، فما كلوتير ما بيناتهم، كلوتير معناه بالفرنسي، فهم يعني. السيد اللي هو زميلنا في رقم 16 اخذ المشروع، واللي رقم 4 و5 ما يخدش المشروع. دونك السلطات الجهوية باللي تثبت قبل الامضاء على المد الاسناد هذاك ولا لا، تثبت مسائل شراو اللي يجيهم التجهيز ماهوش صدق الله العظيم وصح عليه وكو. باللي اخر حاجة حبيت نختم بها كان تسمح، بعد ما خدمت السلطات الامنية وقامت بمجهود كبير في كشف الشبكة هذه،
وقع احنا بطبيعتنا مصنفين معنا جروب مريقلوا مع الإدارة ونعطوه كذا، وجروب مهوش مريقلوا ما نعطوش الخدمة ونخلوهم هكيك مهمشين ويجوعوا ويسكروا بيرواتهم ويخرجوا من قفصة ويوصلوا حتى يخرجوا من تونس. زادوا قاعد تصنيفنا مرة أخرى حسب الأبحاث اللي قرتهم محامينهم وكل شيء. جماعة هذو مرة ما احنا حكينا يعني الناس اللي بحثت انت في وضعية كمن هكيك، في وضعية معناها خايف تراك سي نورمال باش تحكي الواقع وباش تحكي كالقانون باش تحكي شنو اللي صار للجهة الأمنية هذيك. حكينا القانون وكيفاش تصير الاسناد وكيفاش كذا وصفقة مش صفقات معناها استشارات وكل شيء. من بعد صنفونا نفس المجموعة هذه اللي هي زوز ثلاثة ارشيتك زوز ثلاثة بيتوارمي ومعهم رئيس المصلحة ورئيس وكهية المدير، صنفونا كم معناها متعاونين مع الجهات الأمنية، ولولا بحثهم هم ولولا إقراراتهم هم بالقانون كيفاش يصير وكيفاش كذا ما كناش يصير فينا هكا وما كناش توصل لحد إيقافات ووقعت هرسلتنا وتهديدنا حتى بتعطيل مصالحنا مرة أخرى أكثر ما هي متعطلة. ما نعرفش مهم نحن وقعت فرسلتنا ووقعت تهديدنا بعدما تعامل معنا ويمسحوا في موظفينهم باش ما يعملوش معنا وما حتى ما يوصلوناش معنا جوابات. يعني وقعت تهديدنا بصريح العبارة بطلب تعديد تعطيل مصالحنا وحتى تعطيل مصالح أقاربنا، خطر عنا أقاربنا يخدموا في الجهة هذيك. مثلا عنا تلقاها مثلا عمك يخدم مقاول ولا ولد عمتك ولا كذا، يعني يقع تهديده من طرف مهندس من المجموعة هذه وإلا حتى الإداريين نفسهم بتعطيل مصالح وبالإضرار بمصالح وبرش حاجات أكثر ما هي مضرين منهم. نحن عنا أكثر من 8-9 سنوات.